أولا إن الله إن إليه راجعون، والتعازينا الحارة لأسرة الفقيد سي فلوح والأسرة الودادية والأسرة ديال كرة القدم الوطنية، لأننا فقدنا واحد اللاعب اللي شاب في مقتبل الطريق ديالو، يعني قدر الله وهذا ما عندنا ما نقولوا، ما أكثر من هذا الشيء. ما التأثر كاين اللي كتشوف، شوف الاعمار بيد الله كما كنقولوا، ولكن ملي كتشوف واحد الانسان اللي في مقتبل العمر وسبورتيف ولاعب ديال الكره وعنده كيبني مستقبل والعائله ديالو حتى هي كتشوف فيه واحد كما كنقولوا واحد البروجي ديال العائله، راه ماشي شوف لي جوار فوتبول، راه ماشي ديال راسه، راه ديال العائله، راه كيهز العائله، راه بزاف الحوايج، راه غيكون تاثر، غيكون تاثر كبير. انا لله وانا الى راجعون، تعازينا الحاره. نعاود نقولها مره اخرى للمكونات كره القدم الوطنيه والاسره الوداديه على الخصوص، ولكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى، غير اللاعب خصو يدير بحساب هاد اللحظه، وخصو يدير بانه راه ما كاينش هذا كبير هذا صغير، عمر ربي ديال الله سبحانه وتعالى، والله يغفر للجميع، والله الله يصبر العائله ديال سي اسامه فولو، الله يصبركم، الله يصبر العائله، والله يصبر الاقارب ديالو، والله يصبر كما قلت لك ونعاود نقول لك، راه حتى المكونات ديالنا ديال الوداد الرياضي والاصدقاء ديالو ومكونات كره القدم الوطنيه راه هي متاثره بالوفاه ديال هذا اللاعب. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.